اجيو معايا تشوفوا كادي نحضروا سلو بلا دقيق بلا زيت بلا زبده بلا عسل بلا سكر، تحليه طبيعيه مكونات طبيعيين. الا بغيتوا تنجح معاكم الوصفه المرجو متابعه الفيديو، راه لذيذ وصحي 100%. السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعه اللي هو المطبخ ديالكم، وكنتمنى مشاهده الفيديو الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر السلو او السفوف صحي 100% بالشوفان بلا زيت بلا سكر، وكيجي حلو ولذيذ. كنتمنى زيارتكم للقناه زينه لايف ستايل فلوغ، عندها وصفات سريعه التحضير لذيذه المذاق رخيصه التكلفه. الان ندوزو للمقادير. عندنا 500 غرام ديال الشوفان هكا حبيبات، عندنا 250 غرام ديال اللوز هكا كنقطوه بالقشره ديالو، كنديرو واحد المنديل كنمسحو مزيان وكنحمروه في الفران او كنحمروه في المقله، ولكن خصنا اللوز ديالنا ما يتحرقناش وخصنا يجي هكا من الداخل هكا مذهب، ما خصوش يبقى لنا بيض. عندنا 250 غرام ديال الزنجلان منقي محمر، الزنجلان ما خصناش نغسلو عليه في التحمر، لحقاش الا غسلنا عليه كيعطينا واحد المروره فاش كنجيو ناكلوه. هنا الزنجلان كنحمروه وكيبقى بالنا معاه، كنديرو بين هكا سناننا كيطرطق صافي كيكون واجد. عندنا 250 غرام نتاع كاوكاو مقشر بلا قشره، كنحمرو حتى هو كياخد هاد اللون هذا هكا مذهب. عندنا 200 غرام ديال القرقع، القرقع حتى هو راحنا كنحمروه تحميره خفيفه. عندنا 100 غرام سكر التمر، سكر التمر الا بغيتو المقادير وطريقه التحضير راه عندي على القناه. هنا عندي معلقه كبيره النافع البلدي، عندي معلقه كبيره بحب حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه، راس المعلقه ديال الملحه، راس المعلقه ديال المسكه الحره مطحونه. هنا كنقطعو واحد الاناء كيكون ثقيل، كنديرو فيه الشوفان ديالنا وغادي نبقاو نحركوه على واحد النار متوسطه حتى كياخذ لنا ديك اللون الذهبي. هنا الشوفان راه تحمرنا انتما تشوفوا، وراحنا ما كنحيدوش يدينا من التحرك لان الشوفان غير كيتحمر. هنا الشوفان انتما تشوفوا التحمر ديالو، هنا غادي نديروه في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنوه حتى يولي لنا بودر. هنا الشوفان ديالنا راحنا طحناه انتما تشوفوا كيجي ما بين الرطوبيه والحروشيه ولكن ماشي شي حاجه قليله. هنا عندنا اللوز حنا هرمشناه غير هكا مكسر هكا كيبقاو هاد الحبيبات. كاوكاو كنطحنوه اكثر من اللوز هانتوما تشوفوا، يعني ما عندنا حتى شي حبات كاوكاو باينه. الزنجلان حتى هو طحناه نص طحنه، القرقاع هكا ولكن القرقاع كنخليو الطريفات فيه كيكونوا كبارين. هنا بعد ما خلطت هاد القوام ديالي غادي نعمر هاد الزلافه هادي، غادي نعمرها وغادي نحطها حتى للتالي. هنا دابا غادي نزيد هاد القوام هادو، غادي نزيد الشوفان اللي عندنا وغادي نخلطو كلشي. دابا كيبقى لكم الاختيار، اللي عندو الروبو يعني الماس ديالو ما بين كيطحنو مزيان راه حنا كنطحنوه في الدار. الا ما كانش عندنا الروبو ماضي كنديوه للطحانه اللي كطحن في الزنقه، هادو كيكون عندهم هادوك الطحانات مجهدين باش هاد الزرارع اللي عندنا كيطلقوا ديك العصاره الزيت اللي فيهم. انتم تشوفوا هنا راه كنطحنوها حتى كيطلق هاد الزيت هذا ديالو، انتم تشوفوا كي تتولي يعني كطلع فيها هاد الزيت هذا تولي عجينه. هنا دابا غادي نزيدو هاد الزلافه هادي ديال هاد المكسرات اللي خليناهم غير مهرمشين باش كيعطيونا
الصفوف ديالنا او سلو كيعطيهم واحد القرمشه في البطله. هنا درت الماعون يكون كبير. هنا دابا كيخصنا دليك. هنا السلو ديالنا راه حنا كنبقاو ندلكوه وكنديروا له حتى هكا كنضغطوا عليه بالصبعان ديال يدينا هكا، لحقاش ما عندنا فيه لا زبده لا عسل لا زيت. وهانتوما تشوفوا السلو ديالنا كي تيتجمع بعد ما دلكناه، هانتوما تشوفوا ها هو كيتجمع. وحتى في الماكله ديالو فاش كناكلوه ما كيجيناش رطب بزاف وكيلصق لنا في اللهه ديالنا، لا عندنا حرش وكيتنبغ. هنا التقديم كيبقى لكم الاختيار، كنقدموه بالطريقه اللي حنا بغينا. هنا غادي نديرو انا فهاد القالب، وحتى لهذا السيرك هذا يمكن لي نقرصو ونديرو كيجي هكا دائري. عندنا كيتقطع بالموس، هانتوما كتشوفو السلو ديالنا هو واجد، راه صحي 100% بلا عسل بلا زيت بلا زبده. السلو ديالنا كيتقرص، هانتوما تشوفو كيتنقطعوه كأنه سلو اللي كنكونو دايرين فيه الزبده دايرين فيه العسل. السلو ديالنا لذيذ وصحي، وكنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. ولا عجبكم المحتوى ديال القناه خليو ليا جيم وشكرا.